أنا على كل حال أذكر بعض أخواننا الحاضرين لما دخلوا كانوا يعطون كل فرد من الأفراد الجالسين سلاما خاصا أو كثيرا منهم، فحينما يصافح يقول السلام عليكم السلام عليكم إلى آخره. فالذي أريد أن أذكر به والذكرى تنفع المؤمنين أن السنة إذا دخل الداخل إلى المجلس أن يلقي سلاما عاما على الحاضرين فيقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا تيسر له أن يصافح كل فرد منهم فردا فردا فذلك بلا شك أكمل له أتم، وإن لم يتيسر له كأن يكون الجمع كثيرا وحافلا ففي هذه الحالة يكتفي بإلقاء السلام. أما إذا أتبع سلامه بالمصافحة لكل فرد من الجالسين فليس من السنة في شيء أن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فهذه بدعة عصرية لا تعرفها القرون الماضية، ولا أقول القرون السلفية فقط بل بما فيها من سلفية وخلفية، فليست تعرف مثل هذه المصافحة إلا في القرن الحاضر.